السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. وفي هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم تمارين داعمة غادي ندعموا فيها داك التعثرات اللي كانوا عندنا في مادة الرياضيات في الدورة الأولى، وبالضبط بخصوص مجال العد والحساب أو مجال الأعداد والحساب في مادة الرياضيات. اسمحوا لي بزاف حيث ما كنتش كندير فيديوهات في بداية العطلة، حيث كما كتعرفوا كاملين مرينا بواحد الظروف اللي صعيبة، موت الطفل ريان اثر فينا بشكل كبير، وداك الشيء اللي خلاني انني ما نديرش فيديوهات. كنترحموا على الطفل ريان وكذلك على جميع الموتى المسلمين والمسلمات، وكنطلبوا الشفاء لجميع المرضى ان شاء الله في هذا العالم. مرحبا بكم في هذا الفيديو، غادي نديروا تمارين دائمه في مجال الاعداد والحساب بالنسبه لماده الرياضيات السادس ابتدائي. اذا عندي هنايا مجموعه من الانشطه. بدأوا النشاط الاول وهو اضع ثم انجز. اذا اضع وانجز ما يلي، إذن عندي هنا ثلاثة ديال العمليات، أو بالأحرى أربعة ديال العمليات. هنا عملية الضرب، هنا عندي عملية الجمع والطرح مجموعين، وهنا عندي عملية القسم. غادي نبداو بعملية القسم. نبداو بعملية القسمة. إذن عندي 153.68، غنقسموها على ماذا؟ على 34، على 34. زين نطول هذا مزيان. إذن هنا عندي عدد عشري، غادي نقسمه على عدد صحيح. هنا كاينه الحاله الاولى هو انني ما كندير حتى شي حاجه، يعني ما غنتخلصش من الفاصله. اذا كانت عندي الفاصله في المقسوم عليه يجب علي ان اتخلص من الفاصله. يعني هنا في هذه الحاله ما عنديش مشكل، لدي رقمان في المقسوم عليه اخذ رقمان، 15 على 34 فلا يمكن، لان 15 اصغر من 34 وبالتالي اضيف رقما اخر. 153 تقسيم 34، اذا كم في 34 يساوي تقريبا 153. اذا هي 4، 4 في 4 16، اكتب ستة احتفظ بواحد، ها هو 4 في 3 12 زائد 1 13، ونجز عملية الفرق. 3 ناقص 6 لا يمكن، أضيف 10 وأنزل 1، إذا 13 ناقص 6 7، 5 ناقص 4 1، و1 ناقص 1 0. هنا في هذه الحالة عندي الفاصلة، إذا الفاصلة كان نضعها هنا صافي في الخارج، يعني هذه الفاصلة أنزلها فين؟ في الخارج. أنزل 6، غادي يصبح لي 176، شحال فيها من 34؟ فيها 5، 5 في 4 20، اكتبوا صفر احتفظوا بواحد، عفوا احتفظوا باثنان، 5 في 3 15 زائد 2 17، هي 6 ناقص 0 6، 7 ناقص 7 0، 1 ناقص 1 0. انزلوا ماذا؟ انزلوا 8، فتصبح 68، 68 كم فيها من 34؟ فيها 2، 2 في 4 8، 2 في 3 يساوي 6، 8 ناقص 8 0، و 6 ناقص 6 0. بالتالي إذا الخارج هو 4.52، والباقي يساوي 0. نمر الآن إلى عملية الجمع والطرح. إذا بطبيعة الحال هنا ملي كيكون عندي واحد التعبير فيه الجمع والطرح أو لا فيه الأقواس، نبدأ بما بداخل القوسين. إذا هنا ما بداخل القوسين عندي عملية الجمع، إذا نكتبها هنايا 5658، وهنا عندي عدد بالفاصلة، إذا هذا ندير له فاصلة صفر، إذا فاصلة تحت الفاصلة، إذا هنا 6 1 1، وهنا 4 8 9 7، وهنا نزيد الأصفار ونجمع صافي، نجمع 7 زائد 0 7، 8 زائد 9 9، عفوا 0 زائد 9 9، 8 زائد 0 8، 4 زائد 0 4، أنزل الفاصلة، 8 زائد 6 يساوي 14، اكتب 4 احتفظ بواحد، 1 زائد 1 2 زائد 5 7، و6 زائد 1 7، وهنا 5 صافي. إذا الجواب هو 5774.4897 صافي. هذه الطرح، يعني غادي نجيبو هذه وغنطرحوها من هنا. إذا 91.4 إذا الفاصلة تحت الفاصلة، هنا 4 8 9 7، وهنا 4 7 7 5 صافي ناقص. إذا نكمل بالأصفار، 0 ناقص 7 لا يمكن، أضيف 10 وأنزل 1، إذا 10 ناقص 7 3، 0 ناقص 10 لا يمكن، أضيف 10 وأنزل 1، 10 ناقص 10 يساوي 0، 4 ناقص 8 لا يمكن، أضيف 10 وأنزل 1، 14 ناقص 9 يساوي 5،
اثنان ناقص خمسة لا يمكن أضيف عشرة وأنزل واحد، إذن 12 ناقص خمسة يساوي سبعة، أنزل الفاصلة. اثنان ناقص خمسة لا يمكن أضيف عشرة وأنزل واحد، إذن 12 ناقص خمسة يساوي سبعة كذلك. واحد ناقص ثمانية لا يمكن أضيف عشرة وأنزل واحد، إذن 11 ناقص ثمانية يساوي ثلاثة. واحد ناقص ثمانية لا يمكن أضيف عشرة وأنزل واحد، 11 ناقص ثمانية يساوي ثلاثة كذلك. وهنا واحد ناقص خمسة لا يمكن أضيف عشرة وأنزل واحد، 11 ناقص ستة يساوي خمسة، وتسعة ناقص واحد يساوي ثمانية. الجواب هو هذا، 85,337.5 7,503. نمر لعملية الضرب، 802.436 غنضربها في 75، إذن 5 في 6 يساوي 30، أكتب الصفر احتفظ بثلاثة. 5 في 3 يساوي 15 زائد 3 18، أكتب 8 يحتفظ بواحد. 5 في 4 يساوي 20 زائد واحد 21، أكتب واحد احتفظ باثنان. 5 في 2 يساوي 10 زائد 2 12، أكتب 2 احتفظ بواحد. 5 في 0 0 زائد 1 1. 5 في 8 يساوي 40 أضع نقطة. 7 في 6 يساوي 42، أكتب 2 احتفظ بأربعة. 7 في 3 يساوي 21 زائد 1 25، أكتب 5 احتفظ ب2. 7 في 4 يساوي 28 زائد 2 30، أكتب 0 احتفظ ب3. 7 في 2 يساوي 14 زائد 3 يساوي 17، أكتب 7 احتفظ ب1. 7 في 0 يساوي 0 زائد 1 1. 7 في 8 يساوي 56، أكتبها كم؟ 0 زائد 8 10، أكتب 10 0 احتفظ بواحد. هنا 7، هنا 2، هنا 8، هنا 1، هنا 10، أكتب 0 احتفظ بواحد، وهنا 6. والفاصلة، شحال عندي ديال الأرقام بعد الفاصلة؟ عندي 3، 1، 2، 3، وأضع الفاصل. ندوزو الآن لترتيب التناقص هنا في السؤال 2، أرتب تناقصيا الأعداد التالية، إذا عندي أعداد بالفاصلة وعندي عدد هنا بالعدد صحيح، إذا حتى هو ندلو الفاصلة، فاصلة 0، ها هو. باش ما نخطاش بتاتا. اذا ارتب تناقصيا بطبيعه الحال غادي نبدا بالعدد الكبير، العدد الكبير هنا. اذا غادي نقارن اولا في الاعداد العشريه المقارنه، نقارن الجزء الصحيح ثم نمر الى الجزء العشري. ده الجزء الصحيح هو اللي كياتي بعد او لا قبل الفاصل. اذا هنا 199 199 199، هنا 200، هنا 199، هنا 199. اذا اكبر جزء صحيح هو 200، اذا 200 هو اكبر عدد صافي، إذن أكبر نضربو عليه صافي. ثم نمر، إذن كاملين عندهم الجزء الصحيح 199، وبالتالي نمر إلى الجزء العشري، يعني غنمر للأعشار، الرقم الموجود بعد الفاصلة مباشرة. هنا عندنا صفر، هنا عندنا تسعود، هنا عندنا تسعود، هنا عندنا تسعود كذلك، وهنا عندنا تسعود. إذن هذه فاصلة 99، هذه فاصلة 9000، هذه فاصلة 9001، هذه فاصلة 9009، هذه فاصلة 9090. إذن هذه فاصلة 9090، 99.9090 في الأصل هي 900، ولكن إلا زدنا صفر غتولي 9090 ماشي 9009. مزيان، هادي مشات. موراها 9009، ها هي 199.9009 مشات. موراها 9001، ها هي. من موراها 9000، 199.9 هي 199.9000. من موراها اخر وحده اللي هي اصغر وحده 199.0099. ندوزو للسؤال الثالث، عندنا عباره عن مساله. دخل مروان مكتبه من اجل اقتناء بعض الحاجيات ومعه مبلغ مالي قدره 700 درهم، اذا كان ثمن معجم هو 272 درهما، وثمن شراء محفظه يقل عن ثمن شراء المعجم ب 125 درهم، هل بامكان مروان ان يشتري المحفظه والمعجم معا؟ اذا هنا الامر بسيط، ان مروان دخل لواحد المكتبه وعنده 400 درهم في جيبه، 8000 ريال، وبغى يشري محفظه. ما هي محفظه؟ ياك محفظه، وبغى يشري معجم. هنا معجم، الثمن ديال المعجم 270 درهم، والثمن ديال المحفظه يقل عن ثمن المعجم، يعني ثمن المعجم إذا كان 270 درهم، فإن الثمن المحفظة قل من الثمن ديال المعجم ب 125 درهم. وبالتالي باش نعرفوا الثمن ديال المحفظة شنو خصنا نديرو؟ خصنا نديرو 270 ناقص ماذا؟ 125. أنا نجزوها، 0 ناقص 5 لا يمكن أضيف 10 وأزيد 1، 10 ناقص 5 5، 7 ناقص 3 4،
و2 ناقص 1 1، وبالتالي 145 درهم وهو ثمن ماذا؟ ثمن المحفظة. دابا السؤال قال لك بأنه هاد مروان دخل لواحد المكتبة وش بغى يشري المعجم والمحفظة وعنده 400 درهم، 400 درهم هو المبلغ اللي عنده، واش يمكن له يشريه؟ مزيان، اولا نجمعوا الثمن ديال المشتريات اللي بغى يشريهم مروان، 270 درهما زائد ماذا؟ 145 درهما. دابا في هذه الحاله هنايا الا حصلنا في المجموع على عدد اكبر من 400 فان مروان لا يمكنه شراء المحفظه والمعجم معا، اذا حصلنا على 400 او اقل من 400 فان مروان يمكنه شراء هذا المحفظة. مزيان، إذا 0 ناقص 5 5، 7 ناقص 4 يساوي كم؟ يساوي 11، اكتبوا 1 واحتفظوا ب1، 1 زائد 2 يساوي 3 زائد 1 4، 415 درهم، إذا 415 درهم أكبر من ماذا؟ أكبر من 400 درهم اللي عند مروان، وبالتالي لا يمكن لمروان أن يشتري المحفظة، لا يمكنه أن يشتري المحفظة والمعجم معا، صافي يمكن له يشري غير وحدة فيهم، إما المحفظة ولا المعجم. دوزو السؤال الرابع، انتبهوا معايا، اللي متعلق بالمضاعفات والقواسم، أحدد قواسم كل من 14 و28 ثم أحدد القواسم المشتركة بينهما، يعني نحدد القواسم ديال 14 والقواسم ديال 28 ومن بعد غنحدد القواسم اللي مشتركين ما بين 14 و28. مزيان، إذا قواسم 14 نبدأ بواحد، لأن لماذا؟ لأن واحد في 14 يساوي 14. ندوزو الاثنان، اثنان نعم، لماذا؟ لأن اثنان في 7 يساوي 14، ثم 7 لأن 7 في 2 يساوي 14، زيد شنو آخر؟ ثم 14 لأن 14 في 1 يساوي 14، هذوما هما القواسم ديال 14، صافي؟ أنا ندوزو لـ 28، 28 عندنا 1 لأن 1 في 28 يساوي 28، عندنا 2 كذلك لأن 2 في 14 يساوي 28، نشوفو واش عندنا 3، 3 في عدد يساوي 28 ما عندناش، عندنا 4، 4 في 7 يساوي 28، نعم، 5 ما عندناش، 6 كذلك ما عندناش، عندنا 7، 7 في 4 يساوي 28، ثم ماذا أيضا؟ 8 ما عندناش، 9 كذلك ما عندناش، 10 ما عندناش، 11 ما عندناش، 12 ما عندناش، 13، 14، 14 في 2 يساوي 28، صافي، ثم ماذا؟ ثم 8 20. وبالتالي المضاعفات المشتركة ما بين 14 و28 عندنا 1، عندنا 2، عندنا 7، وعندنا كذلك 14، نعم، إذن هنا ها هما 1 1 ثم 2 ثم 7 ثم 14، وبهذا غادي نكونوا كملنا هاد التمارين الداعمة في مجال الأعداد والحساب بالنسبة لمادة الرياضيات السادس ابتدائي. كنتمنى أنكم تزيدوا تدعموا قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.